بمناسبة إيطاليا كمان معانا عبر سكايب طبعا كمان مدرب حراس مرمى إيطالي على مستوى عالي جدا جدا أنتونيلا برامييلا، ده طبعا مدرب حراس المرمى لنادي واتفورد الإنجليزي. بنرحب بيك أنتو على شاشة قناة النادي الأهلي، أهلا وسهلا بيك. مساء الخير على الجميع، شكرا لتوجيه الدعوة لأنتونيلو. أنا سعيد بالظهور على شاشة قناة النادي الأهلي، لأن أعرف دائما وأعرف جيدا النادي الأهلي ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم. الأهلي يقدم أداء رائع ومنتخب مصر أيضا، وأنا سعيد لوجودي معكم في الاستوديو، وأوجه تحية كبيرة للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. وأعتقد أن الأهلي يعرف دائما ويعرف جيدا كيف يعود بعد خسارة اللقب الحادي عشر. احنا كمان سعداء بوجودك معانا، وعايز قبل ما نتكلم طبعا نتكلم في كل المحاور، لكن خلينا نتكلم الأول على واتفورد. طبعا واتفورد وطبعا يعني أداء غير متوقع خلال الفترات الأخيرة من الموسم، مما أدى إلى طبعا سقوطه للتشامبيونشيب. رغم وجود مدرب كبير زي راي هوتسون على الإدارة الفنية، شايف إيه الأسباب؟ وهل واتفورد قادر الموسم القادم الصعود مرة تانية للبريمير ليج؟ للأسف السبب الرئيسي في هبوط واتفورد للتشامبيونشيب أكثر 10 فرق في الجدول الإنجليزي كانوا يعانون معاناة كبيرة، والكل كان يتوقع أن يهبط منهم في الآخر، لكن للأسف قمنا بتغيير المدرب، وكانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الإدارة جانب المدرب. تغيير المدرب للأسف كان السبب الكبير في هبوط واتفورد للتشامبيونشيب. أتمنى أن نعود إلى العام القادم إلى البريمير ليج. كلنا كنا طبعا متابعين أكيد هنا في مصر، متابعين جيدين جدا للبريمير ليج لوجود نجمنا الكبير محمد صلاح. عايز أعرف رأيك على طبعا تألق محمد صلاح في الفترة الأخيرة وحصوله على هداف الدوري الإنجليزي مناصفة طبعا مع سون الكوري للمرة الثالثة على التوالي. شايف أداء محمد صلاح إزاي، وبقاؤه أو رحيله من ليفربول، هل أنت مع بقاؤه أم رحيله إلى نادي آخر الموسم بعد القادم؟ قبل كل شيء شاهدت محمد صلاح قبل أن أشاهده تحت عينه، شاهدته في التي في. محمد صلاح يلعب بشغف، يلعب بحب، هو لاعب كبير وبطل كبير، قام بإحراز العديد من الأهداف الهامة التي ساعدت فريقه في التتويج بالبطولات الأخيرة. ومحمد صلاح قام بعمل طفرة كبيرة لفريق الريدز في ليفربول. أعشق صلاح لأن أعجب بحماس صلاح، لكن بالنسبة لمستقبل صلاح أتمنى أن يذهب صلاح إلى نادي كبير في الأيام القادمة، بدون ذكر الأسماء لأن الأندية الكبيرة كثيرة، ولكن أعتقد أنك عرفت الإجابة. يعني مش عارف الإجابة قوي، لكن الأندية كبيرة، لكن على مستوى البريمير ليج كلنا عارفين مين النادي اللي ممكن يروح لمحمد صلاح. هل تقصد على مستوى البريمير ليج او على مستوى برشلونه في الليجا الاسبانيه، او ريال مدريد في الليجا الاسبانيه، او بي اس جي على مستوى الدوري الفرنسي؟ بالنسبة لي ليس من السهل على صلاح ان يغادر انجلترا، لان انجلترا قام، لكن اتمنى ان يذهب الى اسبانيا. الى اسبانيا برشلونه ولا الريال؟ بالنسبة لي الريال مدريد، أتمنى أن يذهب إلى ريال مدريد صلاح، لأن مستوى صلاح سيكون معه. طيب بالنسبة ده الموضوع صلاح، لكن كمان على مستوى ساديو ماني كمان أكيد أنت متواجد ومتابع ساديو ماني كمان، هل هو على أعتاب خلاص وجوده في البوندز ليجا من خلال بايرن ميونخ؟ هل تأثير ماني هيكون قوي على أداء الهجوم لليفربول الموسم القادم، أم ليفربول قادر على تعويض غياب او رحيل ساديو ماني بالنسبه للبريمير ليج العام القادم؟
لاعب كبير جدا ساديو ماني، شاهدته من الملعب امامي من على خلف الخطوط، وشاهدته ايضا مع منتخب السنغال. ساديو ماني مثال وقدوه للاعب الافريقي بالنسبه لي وبالنسبه لاخر الاخبار التي تناقلتها الصحف الانجليزيه، لكن اعتقد ان الامور حسمت وساديو ماني سيذهب الى المانيا وسيذهب الى بايرن ميونخ. قرات بعض الاخبار في الصحف وهي اخبار مؤكده، لكن هو لاعب كبير سيترك تاثير في ليفربول بالطبع، واعتقد من الصعب تعويض ساديو ماني. على المستوى الهجومي بنتكلم على افضل اثنين، بنتكلم على ساديو ماني ومحمد صلاح، لكن خلينا اتكلم معاك على حراس المرمى، رايك ايه في حراس المرمى طبعا على مستوى البريمير ليج، بيكر ادرسون، وبنتكلم على مندي بالنسبه لتشيلسي، رايك ايه في حراس المرمى في الدوري الانجليزي، ومن هو في وجهه نظرك افضل حارس مرمى لهذا العام في البريمير ليج؟ بالنسبة لدوري أبطال أوروبا هو أقوى بطولة في أوروبا، ولذلك يجب أن أختار كورتوا. بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في أوروبا، دعني أتحدث عن أوروبا إن جنرال، لأن كورتوا أثر كبيرا في فوز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج. لكن بالنسبة لي هناك العديد من إنجلترا، لدي اثنين مفضلين هوغو لوريس وإيدر مارتينيز، بالنسبة لي هم المفضلين، وأعتقد أن أليسون وإيدرسون حارس السيتي. لكن الحراس كثيرون، لكن بالنسبة لي من شاهدتهم من خلف الخطوط هوغو لوريس، وأعتقد أنه مثال وقدوة لحراس المرمى، هو الأقوى بالنسبة لي هو هوغو لوريس. قد تقول غريبة لأنه يدرب حراس واتفورد وقد اختار واتفورد، لكن نحن هنا ليست لدينا حسابات، مع أنا اختار الأفضل من وجهة نظري، لأن هذه هي فطرة الأوروبيين، لا يجب أن اختار من يلعب معي، ليس يجب أن يكون هو الأفضل. وأعتقد أن مارتينيز يلعب بشغف، وحارس مرمى قوي جدا تحت ثلاث خشبات، يشتغل على نفسه كثيرا ويتبع اساليب التكنولوجيا الحديثه في التدريب. طيب انتو عايز اسالك على ديخيا، طبعا حارس المان يونايتد، رايك ايه في ديخيا؟ بكل تاكيد هذا العام كان افضل من اخر ثلاثه اعوام. هو حارس مرمى ليس كما ديخيا في الاعوام الماضيه، لكن هو يبقى بطل كبير ويبقى حارس مرمى كبير، وقام بعمل الانقاذات الرائعه في الدوري الانجليزي مع المانيو، وانا اعتقد انه من افضل حراس المرمى في العالم ايضا وانجلترا، وأليسون ايضا معه وايدرسون، لكن لا يجب ان يتم استبعاد ديخيا من افضل حراس المرمى في العالم. كنت لسه هساله بس عن استبعاد، كمان بنتكلم على استبعاد لويس انريكا طبعا المدير الفني المنتخب الاسباني، قال انه مش هيستدعي ديخيا للمنتخب الاسباني عشان طريقه ادائه لا تناسب طريقه لعبي، رايك ايه في الجزئيه دي يا انتو؟ بالنسبة لي حراس المرمى الأسبان ليسوا كالإنجليز وليسوا كالألمان، لأنهم لا يبدأون الهجمة من الخلف، وهذا ما يريده لويس إنريكي. لكن تم ظلم حارس المرمى ديخيا، واعتقد ان في هذه الايام ديخيا كان يستحق معنويا ان يتم استدعائه من جانب لويس انريكي كمعنويا، لانه قد يحتاج اليه في الايام القادمه، المنتخب داخل على بطوله كاس العالم وينافس الان في دوري الامم الاوروبيه. لكن انتم تظلمون دائما الحراس، لان انت تطلب من الحارس ان يقوم بالهجمه، ثم عندما يبدأ وسط الميدان والمهاجم ليس بقوة حارس المرمى، إذا يجب أن تعلم
قبل كل شيء يجب ان تعلم مقومات حارسك، هل هو قادر على ان يبدا الهجمه ام لا. لكن دخيا يعاني من مشاكل، لويس انريكي على حق، لكن لا يجب ان يتم ظلم دخيا. واعتقد ان حارس المرمى في الايام القادمه هناك بعض الاساليب ستدخل في التمرينات، وللاسف هؤلاء عندما تمرنوا لم يتمرنوا على احدث التقنيه الحديثه، ولهذا لا يستطيع دخيا او غيره، قليلون هم في العالم من يبدا الهجمه من حارس المرمى. واعتقد ان حارس المرمى وظيفته الاولى والاخيره ان يقوم بالانقاذات، لا يقوم ببدء الهجمه. هناك لاعبون اخرون يجب ان يبدون الهجمه، ليس حارس المرمى. ما فيش شك طبعا. وطبعا عايز اسالك كمان عن متابعتك لطبعا حراس مرمى المنتخب المصري والدوري المصري طبعا على راسهم النادي الاهلي، رؤيتك ايه لمحمد الشناوي، وايه اللي انت من شايفه من خلالك، من خلال مدرب حراس مرمى كبير زيك، ايه اللي ممكن يطور من اداء الشناوي الفتره اللي فاتت، وتقييمك لاداء حراس المرمى المصريين بشكل عام؟ انا شاهدته ثلاث مباريات للشناوي. الشناوي عجبت كثيرا بمستوى الشناوي، لان الشناوي لديه قامه بدنيه كبيره، وهو رائع تحت الثلاث خشبات، ومن افضل حراس المرمى في التصدي ايضا لضربات الترجيح. بالنسبة لي حارس مرمى كبير، ويجب أن يلعب في أوروبا، ويستطيع أن يحرس مرمى أحد الفرق الأوروبية. وأعتقد أنا معجب جدا بالشناوي. آخر سؤال، أنتو هل من يعني لو اتعرض عليك العمل في مصر أو في الوطن العربي بشكل عام، هل ترحب بهذه التجربة على المستوى الشخصي؟ عندك خبرات كبيرة كمدرب حراس مرمى، هل ترحب بهذه الفكرة؟ بكل تأكيد إذا ما تم توجيه دعوة للأهلي لا أستطيع أن أقول لا، لأن الأهلي من أفضل الأندية في الوطن العربي. والأهلي يساعد أي مدرب أو أي لاعب للنجاح فيه. أنا قمت بتدريب في الإمارات العربية، لكن التدريب في مصر للنادي الأهلي قد يكون غير. لديكم شغف، ولكن احترم مدرب حارس المرمى الحالي الموجود في الفريق، يقدم اداء عظيم مع الشناوي، لكن اذا قال لي الاهلي لا استطيع ان اقول لا. أنتونيولو بريميلا طبعا المدرب الايطالي الرائع ومدرب حراس مرمى واتفورد، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا. للنادي الاهلي، وتحيه كبيره لشاشه كاميرات النادي الاهلي، وتحيه كبيره لكم، وشكرا لكم، وكنت محظوظ للدخول معكم في هذا البرنامج، شكرا لكم.